السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا رفاق؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي. انا النهاردة جايب لكم موضوع عن فنان كل الناس بتحبه، هو فنان قديم قوي بس كل الناس اكيد كانت بتتفرج على افلامه ومسرحياته مونولوجيستاته. اكيد اكيد عرفته هو مين دلوقتي، فعايزين تعرفهم. يلا بينا ندخل على الفيديو، بس يا ريت طبعا نصلي على النبي ونذكر الله ونقول لا اله الا الله، وفضلا وليس امر مش مشترك في القناة يشترك ويفعل الجرس علشان يوصل له كل جديد. ويلا بينا ندخل على الفيديو. السلام عليكم، انا النهاردة جايب لكم شوية معلومات بسيطة وخفيفة كده عن الفنان اللي احنا يمكن كلنا بنحبه وما زلنا بنتفرج اكيد على افلامه وبنسمع المونولوجيستات بتاعته. فطبعا عرفتوا اكيد مين هو الفنان ابو ضحكة جنان، اسماعيل ياسين. مين هو اسماعيل ياسين؟ واسمه اسماعيل ياسين اسماعيل علي نخلة، من مواليد السويس و 15/9/1912. مش عارف انا ايه اللي بيحصل معايا، كل باجي اعمل عنهم فيديوهات بيطلعوا برج العذراء زيي، سبحان الله. فاسماعيل ياسين والدته توفت وهو طفل صغير، وكان من أسرة ميسورة الحال، وكان عنده حلمه بأنه يبقى مغني أو ممثل. عيني علينا يا أهل الفن، يا عيني علينا، ناكل أرض ونشبع زن وقال علينا، يا عيني علينا. فلما تم 17 سنة أخد بعضه وطلع القاهرة علشان يحقق حلمه، وكان عنده كل المواصفات اللي تخليه يبقى نجم. فطبعا بدأ بالمونولوجيست، قعد 10 سنين من 1935 ل 1945 بيعمل مونولوجيستات. مونولوجيست يعني. وفي سنة 1939 بدأ في السينما، وطبعا كلنا عارفين أفلامه وشوفنا أكيد أفلامه كلها، وكلنا عارفين زي إسماعيل ياسين في البوليس الحربي، إسماعيل ياسين في الطيران، وطبعا كلنا أكيد يعني كان نفسنا يبقى عندنا الفانوس السحري اللي كان عنده. وطبعا إسماعيل ياسين والفانوس السحري، فعمل أعمال كتيرة وعمل أدوار كتيرة ما شاء الله. وكان ما شاء الله عنده أعمال كتير عملها، عمل حوالي يمكن 60 مسرحية، وعمل أكتر من 166 فيلم ما شاء الله. وهو أصلا كان ما شاء الله عليه كان بيعرف يضحك الناس أصلا ما شاء الله، دي موهبة من عند ربنا. ازاي صحتك يا 300 مرة يا دي سيليون؟ أهلا وسهلا، إيه اللي جابك هنا؟ جسم. يا سلام، ده أنت في عينينا بيدور، إن ما سلكش الهسفان تشيلك الجزم المير يا عطية. وإسماعيل ياسين اتجوز 3 مرات وأنجب ولد واحد بس من زوجته فوزية، وهو المخرج الكبير اللي رحمة الله عليه ياسين إسماعيل ياسين. وكان صديقه المقرب دي جدا اللي هو تقول عليه شقيق وشقه يعني، كان المؤلف الكوميدي الكبير ابو السعود الابياري رحمه الله عليه. انا سمعت ان هو توفى هو كمان، او توفى هو كمان. كلنا عاوزين سعادة، بس ايه هي السعادة؟ ولا ايه معنى السعادة؟ قول لي يا صاحب السعادة، قول لي قول لي. طبعا اسماعيل ياسين في اواخر ايامه ما كانش بيجيله ادوار كتيره، ما كانش بيشتغل زي الاول، ما عادش حد مثلا بيبقى عايز يسمع مونولوجيست كتير، فحالته النفسيه او حالته الصحيه بدات تتطور.
احور شويه لحد ما جه يوم 24 مايو 1972، وكان عنده 59 سنه، واعلنوا وفاه الفنان الكوميدي اللي ضحك الناس كلها، واللي كان ملقب بسمعه، واللي كان ملقب بابو الضحكه جنان في القاهره. وكان سبب وفاته ازمه قلبيه، لان حس بان خلاص الناس ما عادش معاه زي الاول، او ما عادوش مهتمين بالحاجات اللي هو بيعملها. كنت بنمت السيده زي ابو كان الراجل معلمني، قال لي انا ما كانش معايا فلوس، وحلت بقى البطاله ودقني طلعت وهدومي اتكسخت. وبعدين اخيرا لما اتطردت من السيده زينب رحت في جامع في السيده زينب برضه اسمه مراسينا، جامع مراسينا. رحت يعني احتجت، رحت طب اعمل ايه؟ رحت دخلت في جامع مراسينا لقيته زحمه، استخبيت ورا الباب من تعب ومن يعني خلاص. طلع طبعا افلام تانية، طلعت حاجات تانية، فخلاص. فاتمنى ان الفيديو يعجبكم، ده فيديو بسيط وصغير. فضلا وليس امر، مش مشترك في القناة يشترك ويفعل الجرس علشان يوصل له كل جديد. واقول لكم استنوا فيديو قريب ان شاء الله، ويلا سلام.